تسمعي معي؟ المسرح من أكثر الفنون تأثيراً في الناس، فمشاهدة أي مسرحية هي عملية التحام حي بين الجمهور والممثلين على خشبة المسرح، وهؤلاء الممثلون يجسدون أمام المشاهد جانباً من التجربة الإنسانية ويفسرونها، فيخرج المشاهد وقد أضاف إلى نفسه إلى جانب المتعة معرفة بالحياة، سواء كانت في شكل سلوك إنساني، نظرة إلى الكون، أو موقف في الحياة. معلش عايز أعيد آخر سيكونس علشان حاسة إن هو مش. لا، ندخل على المادة التانية الانترو. صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، برحب بيكم حلقة جديدة من برنامجنا صباح الخير يا مصر. برنامجنا النهاردة في فقرات كتير جدا، أول فقرة هنتكلم فيها معاكم هي فقرة فنية. الفقرة الفنية اللي هيبقى معانا فيها الممثل قدر ان هو نقدر نقول ان هو قدر يوصل للعالمية وهو في سن صغير جدا، هو الممثل مينا مسعود. مينا مسعود هيكون معانا في الاستوديو بعد لحظات، تابعونا بعد الفاصل. شكرا يا مي.